دخلنا المقابلة بفكر واحد هو الانتصار. كانوا اللاعبين خاصة في بداية المقابلة في الشوط الأولاني كان فما إصرار، كان فما عزيمة باش نعملوا اللعب، نخلقوا الفرص. جاتنا دي زوبورتينيتي، وضعيات في الشوط الأولاني كنا قراب من الهدف الأولاني. لقينا الدفاع مكثف يلعبوا في المناطق نتاعهم غريبكا ويمشيوا سيرتو باللي كونتر. في اللي كونتر كانوا عندهم شوية خطر، تعاملنا معاه. الشوط الثاني زاد كيف كيف برسك، احنا نهاجموا هما ينتظروا ويلعبوا بالهجومات المعاكسة. في اي وقت كنا نجموا نسجلوا، خاطر فما عديد من الوضعيات كما هما زاد بالهجومات المعاكسة كان عندهم وضعيات خطيرة على الدفاع نتاعنا. كنا قراب لي 3 بوان مالوريزمون في الافيكاسيتي، في الجست الاخراني، في التير كادري، في الجست تاع بيه الفارق ما نجحناش فيه. على حتى وقت كنا ننتصر ونقول في نفس الكلام هذا اللي كانوا على مستوى النجاح القدام نقصتنا. باش تبني فريق اكيد فما المركاتو في الصيف يكون فيه الكونتيتي وفيه الكاليتي، والمركاتو في ديسمبر وجانفي يكون سيبلي على حسب المراكز اللي ناقصين فيها. احنا على مستوى اللي في كاستي القدام نقصتنا برشا، وذلك اللي قلته عندي مده اللي كانوا لازم تعزيز في الخط الامامي ان شاء الله.